ورجعنا حضراتكم مشاهدينا الكرام، وبنستقبل ضيفتنا الكريمه عبير درويش، مصممه الهاند ميد، وهتكلمنا عن اعمال فنيه عملتها بايديها. ابتدت مبادره كده مع نفسها من غير يعني اي دراسه، لكنها بموهبه، والحقيقه الموهبه دي اثبتت نجاحها بشكل كبير جدا. برحب بيكي عبير، ومبسوطين بيكي جدا النهارده. اهلا وسهلا بيكي. نموذج مشرف جدا لبنوته مصريه شافت انه عندها موهبه بدات تستغلها لحد ما عملت اعمال فنيه جميله جدا. طيب قولي كده يا عبير، الموضوع ابتدى معاكي ازاي؟ هو في البداية خالص ما يعني ما كانش في دماغي أصلا رسم ولا أي حاجة خالص، بس لقيت الشقة كانت مبهدلة عند والدتي وكده، والأولاد كانوا مشخبطين على الحيطة وكده، فحبيت إن أنا أجدد لها وغير لها الألوان بنفسي أنا. فابتديت بقى إن أنا ألون لها ابتديت إن أنا ألون لها وكده الحيطان، وأغير وكده الأشكال الالوان يعني وكده بتاعه الحيطه. ومن البدايه بقى يعني الحكايه دي بدات بقى معايا من كده، ان انا يعني بقيت احط لون على لون فيديني لون تاني وهكذا، فحبيتها بقى الحكايه اللي هو يعني كانها زي لعبه كده او الوان، فبدات بقى معايا من كده اخلط الالوان ارسم اعمل، وبعد كده دخل معايا في دخلنا في الديكوباج حاجات جميله الاقي جدا. حاجات قديمه بقى، ده بقى هوس عندي ان انا الاقي مثلا حاجه قديمه مثلا قطعه مهمله ملهاش اي قيمه خالص ارجعها بقى حاجه تاني من اول وجديد وكده. عينيكي ماشيه بتدور على الحاجات اللي ممكن تكون مهمله في الشارع عشان تحوليها لاعمال فنيه، وهنفهم منك دلوقتي انك لقيتي بالظبط. حاجات كتيره جدا وحولتيها لاعمال فنيه جميله. طيب دراستك ايه يا عبير اصلا؟ انا ليسانس لغات وترجمه. دراسه شويه بعيده عن الاعمال الفنيه. كان عندك بعيد موهبه خالص كان عندك موهبه الرسم قبل كده، او وانت صغيره مثلا في اعدادي وثانوي كده بترسميش ولا اعمال اي فنيه حاجه خالص، حتى ما خالص؟ كنتش حتى بعرف ارسم الاهرامات حتى حتى لما خالص. لما اشتغلتي كانت الاعمال اللي احنا شايفينها اهو معانا، يعني بنستعرض شغلك بجد شغل جميل جدا، سواء الرسم سواء الاعمال اليدويه. بس انا شايفاكي ما شاء الله في الحته اليدويه جميله، لانك بتاخدي الاعمال الفنيه او الاعمال اللي هي مهمله خالص وتحوليها لعمل فني جميل. طيب اول قطعه يا عبير تفتكر انك انت حولتيها فاكراها؟ اول قطعه اوائل القطع يعني، اول يعني حاجه قلتي ان دي مش من صندوق مثلا مهمل لصندوق حلو، او لوحه وحشه هي لصندوق كويس. هي كانت معايا يعني، هي موجوده بس ما كانت صورتها يعني صورتها بس، كانت لكن انا صوره. ما اقدرش اجيبها. لا لا تمام، هي كانت كانت عباره عن قطعه ايه؟ يعني قطعه زي بوفيه قديم جدا بقاله قطعه حوالي بوفيه، 30 سنه حاجه كبيره يعني بوفيه مرمي في السطح وعليه تراب ومطر مهمل خالص. والحاجه يعني الخشب بتاعه طاق وبايظ خالص، ده انت فدخلت في عارفه ان في دماغي. سطوح كتير او بتاع عمارات عليه القطع دي، وبعدها تلفي العمارات تطلعيها. لا لا بالعكس، ده احنا عايزين تعملي كده. فهي طلعت في دماغي ان انا يعني ده حاجه مهمله ملهاش قيمه، وكان كان هيترمي، فقلت لا انا لازم كويس اغير شكله خالص يعني. كويس قوي. عملت ايه بقى؟ جددت بقى من شكله خالص، وبدأت أمعجن مثلا الله وصنفر عليكي، وأظبط وأعمل، لأني كان عليه كوام تراب الله وطينة عليكي. شفتي وحاجات البنات المصريه كتيرة لما يبقى أوي عندها يعني، تصميم وعندها حاجه فغيرت فنيه حاجته يعني وبقى شكله حاجه تانية خالص، ما خالص. كنتيش هتعرفي تجيبيه النهارده اكيد ما فتحت مخيلك. للأسف ما هو ده بسببه بقى ايوه بس جيت هنا. بسبب القطعه دي بالظبط هو ده كان لأن هي بدايته. كان كل الناس منبهرة بيها جدا جدا، ما كل اللي كانش حد حواليكي عجبته. مصدق. لسه محتفظه بالقطعه دي يا عبير؟ طبعا لانها دي عندي القطعه في الاوليه البيت. اللي قالت ان عندك حاجه او حاسه فنيه ممكن تستغليها يعني. طيب فتح بقى معاكي الموضوع الحمد لله بعد كده، انك انت بداتي تفكري في اي شيء مهمل او مرمي كده انك تحوليه عمل فني، اللي بنسميه اعاده التدوير. إعادة تدوير. ودي حاجه كويسه قوي، ان احنا بجد يعني لما نحول اي حاجه مهمله لشيء حلو، بالتالي المجتمعات كلها لو قامت على الفكره دي مش هنلاقي في الشارع حاجات مهمله، مش هنلاقي في سطوح العمارات كراكيب طول الوقت، مش هنلاقي في البلكونات طول الوقت كراكيب، هنلاقي اعمال فنيه وهنلاقي حاجات جميله جدا. ايوه فعلا. طب يعني ممكن نستعرض، نبدا كده يا عبير معاكي اول قطعه جنبنا اهي، فادينا بقى انت بتعملي ايه. دي كانت صندوق خشب قديم جدا، وكان برضو مشقق وحاجات زي احنا كده ممكن نرفعه للكاميرا بس يعني كده. كده اهو. ده صندوق خشب كان قديم خالص ومشقق وبايظ خالص. كان بايظ خالص اهو. بس بدأت بقى ان انا اشتغل عليه مثلا هنا شغل ديكوباج اللي هو تعلمتيه الورق اللي ازاي؟ بالانجليزي ده، اتعلمتيه ازاي ما ديكوباج كل ده حاجات يعني تعليم اونلاين؟ شخصي على ما خدتيش اي اليوتيوب. كورس، كل حاجه على اليوتيوب يعني، زي لا ما الناس بتستغل اليوتيوب في انها تتفرج على اغاني ما وترفيه، حسب ما بتتفرج انت على كمان حاجات بتستغل تعلمك. الحاجة ازاي يعني، حاجة تستغلها صح او حلو غلط. قوي. فبدأت بقى ان انا اعمله شغل ديكوباج، وبعد كده عملت اللي هو شغل الاستنسل ده عليه،
وبعدين ظبطت بقى شكله، مش عارفه من جوه هنا. هو بصي حتى باين شكله قديم جدا، هنخليها زي ما هو اصلا سيبتي الشكل بالقدم قديم لان بتاعه اصلا ده اساسا. بيديله يعني. وهنا اهي الله عليك، يعني احنا مش هنا عارفه هي ايوه الكاميرا احنا مش نقف كده. جايباها لا كلها. جايبينه. في حاجات يعني زي حليات كده، يعني دي ايه المفروض؟ دي حليات كانت ايه مش عارفه اجيبها ازاي. ايوه ايه احنا معاكي يا حبيبتي. اه ده شغل قوالب تمام، بس هو المفروض ان هما بيصبوها بوليستر، اه بس انا حبيت اعمل حاجة مختلفة وعملتها، هم عملتها خشب، هم عجينة خشب. عجينة خشب. استنيت لحد ما نشفت خالص، وبعد كده بدأت بقى الون الشكل بتاعها بالشكل ده. برضو مديانة الإيحاء إنها حاجة قديمة ايوه انا ومديها بحب الإيحاء. دايما اللي هي الاشكال القديمة، ودي برضو نفس الحكاية يعني. برضو تمثال ونفس الفكرة. ايه هنا برضو مش عارفة اعملها دي. برضو تفاصيل ممكن تانية تستخدم الحليات دي في يعني في صندوق، او دي انك بقى. تحطيها على الحيطه او تجملي بيها، او ممكن تستخدم في يعني استخدامات دي كتير. اصلا بتستخدم ممكن مثلا بقى على قطع اساس مثلا، او اي حاجة، او صندوق تتحط عليه مثلا وتغير من شكله من شكله خالص. تماما طبعا. طيب ناخد صندوق تاني. يعني احنا بجد مبسوطين بانك انت يعني حابه ان انت اوكي تعمليه، شكرا. صح؟ انا حاسه اكيد بيكي انك جدا حابه جدا بحبه تعمليه جدا. جدا. اتفضلي. اتفضلي. ده صندوق بقى برضو مدينا ايحاء كده انه حاجه قديمه وكلاسيك جدا. ابينه هنا الكاميرا هنا ولا هنشوفه حالا يعني. طب نتكلم عنه قبل لحد ما الكاميرا تجيبه. ده ايوه برضو كان صندوق قديم، صندوق وبدأت قديم. برضو شغل الستنسل، وهنا القوالب والحاجات دي وكده. هنا ده شغل برضو ستنسل، بدأت ان انا قعدت والون واغير من الشكل بحيث بقى كله يبقى ايه متناسق مع بعضه، يعني في اصفر في ازرق في احمر هنا نفس الحكاية، وفي برضو حاجات زي كختمات بالانجليزي هنا. بس كان في البداية برضو على قد يعني، ما كنتش لسه برضو ايه وصلت للي هو الاحتراف يعني. كل الحاجات اللي انا عاملاها دي كانت بداية، كل حاجة تجربة من أول مرة يعني، ما كررتهاش مرة واثنين وتلاتة والكلام ده. الله عليكي. انا شايفه بجد انك انت هنا كمان عندك ذوق جدا في الالوان، والاختيار تنسيق الالوان حلو جدا برضو. ده ده شكلهم كام شايفاكي عامله اكتر من لون، وحابه انت الموضوع القديم ان الحاجات تبقى قديمه. جدا، بحب الحاجات القديمة أوي. تمام. ده شكلهم ده في جوه. جوه شغل تاني، ورينا بقى الشغل ده. رسمي يا عميل لا، ولا ديكوباج؟ ده ستنسل. ستنسل. اللي هي بتبقى زي قطعة بلاستيك مثلا كده متفرغة، ونرسم المفرغ. وبعد كده ببتدي نشوف بقى اعمل من جواها. يعني انت استخدمتي كان تقنيات، قديم برضو يعني. تقنيات فنيه كتيره الناس بتتعلمها في كليات 3 و4 سنين، يفضلوا يتعلموا في انا كان تقنيات، نفسي صح؟ والله ان انا ما ادخل بقى فكرتيش الدراسة، بس تدرسي؟ جات لي الحكاية دي متأخر يعني. لا بالعكس، مفيش حاجه خلاص اسمها بقى، متاخر، ده احنا شايفين اهو انك انت بعد ما خلصتي الكليه ما شاء الله. ما انا قلت بدل ما ادرس 4 سنين بقى واخش واتعب ادرس نفسي، طب اونلاين. ما انا استخدم يعني اليوتيوب وخلاص واعلم نفسي. والحقيقه كانت تجربه ناجحه ولا لا؟ يعني كان شايفاها ما شاء الله الحمد لله الحمد لله. بحب التحدي جدا يعني. هاي يعني ما طب حد قولي لنا بقى، اللي قادر على التحدي زي ما الاغنيه بتقول المفروض تتحدى ازاي؟ احنا في برنامجنا اسمه هي، وعايزين نعرف يعني فعلا البنت المصريه لما بتفكر في حاجه وعايزه تنفذها الحقيقه بتقدر جدا. انت حد ما درسش خالص تربيه فنيه، وما كانش يعني قلت لي في اعدادي وثانوي عندك موهبه الرسم خالص او الحاسه الفنيه، ما خالص، شاء الله حصل ولا تحول في كنت حياتك بحب كبير جدا. الرسم خالص. طب قولي لنا بقى التحدي ده حصل ازاي وجاب نتيجه ما شاء الله؟ ان دايما كان كل اللي حواليا يحبطني، ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده، ويعني ايه ده، مش جالك رسائل عارف زي كده يعني. او ناس قالت كتير لك كده؟ جدا، كان ناس كتير طب كانت انت بتتريق بقى تقولي عليا. كل بنوته شايفاكي، على فكره ممكن تكون شايفاكي قدوه ليها يعني كويسه جدا، يعني تعمل ايه اللي حاسه ان عندها حاجه فنيه ممكن تقدر تعملها، او ممكن تشتغل بايديها شغل ويجيب لها كمان دخل، او يبقى فرصه عمل ليها من البيت. تقولي لكل بنت شايفاكي ايه؟ اقول لها ما تستسلميش يعني. مش اي حد يقولك مثلا انك انت مش هتقدري تكملي حاجه زي كده، او انك انت هتفشلي في حاجه زي دي. لا، اثبتي عكس ده. اتعلمي وعلمي نفسك. ما لقيتي كورسات غاليه مثلا، ما تستسلميش، خشي على اليوتيوب، علمي نفسك وجربي مره واثنين وثلاثه، هتلاقيها ظبطت معاكي. حد اتريق معاكي، لا خليها دفعه اكتر لو اتريق عليكي، وكملي واثبتي له انك انت تعرفي تعملي كل حاجه. وهتقدري ان شاء الله. نكمل يا عبير، بجد احنا بنشكرك على الكلام ده، لانه ده اللي احنا عايزين نشوفه في مجتمعنا الفتره الجايه باذن الله. نشوف العمل اللي معاكي ده. دي كانت علبه بتاعه طاوله اهي. ايه
اولا بحييكي على الذوق وعلى الشياكه في اختيار الالوان وعلى الصوره اللي على الصوره بره، ان الاتنين بيلعبوا اصلا طو، مش كده؟ ايوه يعني انت مختاره حبيت حاجه ان انا دي مرتبطه. تبقى متناغمه مع دي، ومن جوه بقى اللي هي كانت برضو علبه طاوله، يعني دي كانت تحدي كان بالنسبه لي. كبير. يعني انا كنت عارضه دي في جروب ما، كنت ببيع حاجات زي كده وكانت قديمه جدا، ما كانش حد راضي ياخدها خالص خالص. وبعد كده قلت لهم خلاص يا جماعه انا هوريكم اللي انتوا ما كنتوش عايزين تاخدوها دي، انا هعمل فيها هتحداكم ايه بقى، هوريكم هعمل بيها ايه. بجد. كويس. وعملتها غيرت شكلها خالص وكده، وكله كان عايز يشتريها بس انا ما رضيتش، انت ما رضيتيش. احتفظت بيها لنفسي بقى في الاخر. شفتوا بقى انا قلت عارفه انتوا ما عندا رضيتوش. في هما كنتوا ما بيلعبوا كنتوش طاوله راضيين وباينه فيها. الصوره قوي ما شاء الله، لا قوه الا بالله مكتوب. ايوه. ومن بعد ورا كده برضو في عامله صوره اللي هي تانية. الرسمه بتاعت التنوره. صوفيه. ايوه. وابتديت بقى ده شغل ستنسل من الناحيه التانية، وهنا برضو بس دي طبعا ما كنتش متمكنه فيها قوي برضو، يعني لسه هجدد واظبط فيها، لان في شغل الديكوباج عامه ما ينفعش ان البروز بتاع الصوره ده يبان، لازم يكون ممسوح خالص او تبقى انا عايزه بورق اقول لك، مناديل او حاجه خفيفه ما تبقاش مبينه ان ده بارز، لا اما تتعمل لها برواز من ان هي مديها افكت انها يعني 3D او اللي فيها بعد 3D. عايزه اقول لك حلوه جدا والله، تسلم ايدك. مش عارفه، حتى ناس برضو شافوها ما عجبتهمش برضو. انا عجباني جدا، انا عن نفسي عجباني جدا والله، تسلم ايدك يا عبير، لانها فيها فكره. يعني كل ده بيقول انك انت بتحاولي. اللي اكيد بيضحك ده او اللي مش عاجبه هو ما حاولش اصلا عشان يعمل زيك يعني. بالظبط كده فبجد بقول حاول لهم، بس انت الاول وبعدين نبقى نشوف انت وريني اللي عندك وانا اوريك اللي وانا اوريك عندي. اللي عندي. نشوف الاطباق جميله يا عبير الحقيقه. دي كانت اول تجربه ليا بصراحه، مش عارفه يعني ما يعني نجحتش برضو قوي نستعرضها برضو، كده. بس يعني حاولت، بحاول يعني اهي. ده المفروض رسم، ده ديكوباج برضو اطباق تعليق، وده برضو نفس الحكايه اهي، زي طقم بقى مثلا بيتعلق على الحيطه او كده. ممكن يتعلقوا ثلاثة فوق بعض، يبقى شيء جميل جدا، بيتعلق لان كل زي واحد طقم شكل مع مختلف بعض. عن التاني خالص ودرجة لون غير التانية خالص. دول برضو اهو كده باينه. تسلم. ممكن نجيب ايدينا شوية كده. ايوه ايوه مش عارفه انا لا تمام كده، تسلم ايدك. باين انا مش يعني عارفه ده لون وده عماله لون الف والتالت ايه. لون تاني خالص. ايوه او تمام. ودول ممكن ايه ده ديكوباج يعني. ده كل ده شغل ديكوباج، وده كانت اول تجربه ليا كده، يعني كنت ايه بجرب كده مع نفسي دي يعني. كنت بتجربي، امال لو عملتي بقى. يا ريت والله احترف. حلو جدا ان شاء الله. دي كانت علبه بتاعه تدوير هنا بقى، علبة طحينة. دي علبه طحينه. شفتوا بقى المفاجأة، علبة طحينة تحولت بقى علبه فجأة لكوخ طحينه، أطفال. زي او اللي هو زي الكوخ النوبي، شبه الحاجات أو الحاجات النوبيه. النوبية. الالوان طبعا بتاعتها ألوان دي النوبة كده جدا. بصي أيوه اهي. عايزه اقول لك، ده ورا مثلا برضو. قطع الديكور في اوضه الطفل مثلا تبقى حاجه جميله جدا، او في غرفه ليفنج او حاجه زي كده تبقى حلوه قوي قوي. طيب ودي معانا ازازه فاضيه، تحولت ازازه فاضيه لحاجه تانية خالص. دي برضو رسمت عليها، ده شغل هاند ميد، ده ازازه رسم فاضيه هاند مهمله. ميد. كانت ازازه فاضيه ملهاش اي لازمه خالص، حولت شكلها وبقى شكلها عامل زي كده، رسمت عليها اللي هي الرسمه اللي هي الافريقيه دي. حلو قوي يعني، برضو قطع الديكور في البيت تبقى حلوه قوي. طب احنا كمان معانا لوحه على الارض كده هنستعرضها حالا، قول لنا بس اللوحه دي المفروض هنشوفها هي معاكي فين؟ حالا اهي. انا كنت جايبه اللي هي في لوحات ورانا كمان، بس هنتكلم عن اللوحه اللي معانا دي يعني. طيب نستعرض اللوحات اللي معانا هنا. اول حاجه اللي هي البيت اللي عليه الورد ده. دي انا لسه عاملاها امبارح. طيب اللوحه دي اللي احنا معانا اهي، انت شايفاها كده؟ شايفاها. احكي لنا بقى عليها، لان احنا شايفين عمل فني متكامل يعني ما شاء الله. انا حبيت ادخل فيها كذا حاجه، انا معرفش هو المسمى ده صح ولا لا، لان انا لسه بتعلم حاجه زي كده اسمها ميكسد ميديا. ميكسد ميديا. ان احنا بندخل كذا حاجه في بعض، يعني حاجات تفاصيل كتير. فهنا برضو شغاله استنسلات ورسم واللي هو الصلصال بقى، حاجات بارزه الصلصال الحراري او عجينه السيراميك وكده، ومعجون كذا حاجه، يعني مدخله كله في بعض. وبعد كده عتقت بقى، غيرت من واللي شكلها. ده تعتيق ده واضح دي ان هو كانت بيدي قطعه. افكت رائع. دي كانت اللي هي الخشبه دي، كانت قطعه برضو مرميه ملهاش اي لازمه مرميه خالص. في برضه ما فيش اي حد بيستخدمها وتحولت لقطع فنيه ليها بالظبط. ثمن، هو ده اللي احنا عمالين بناكد عليه. ده بقى وش درج انا لقيته في الشارع،
في الشارع، اه في ماشي في الشارع، الشارع لقيتيه. اه وكان بايظ اي وشكله حد وحش هيشوف جدا دلوقتي جدا. ماشي في الشارع يقول لا دي اللي بتعمل الحاجات اللي في الشارع او صعب حاجات عليا غالية. او بجد صعب والله، عليك يعني هو اللي قاعد هو كده في ايه الشارع. يعني الناس ماشيه عماله تشوط فيه وكده، هو شكله يعني طب ما ممكن يبقى ابن ناس يعني اه حاجه كويسه. ممكن يتحول لفسحة بجد بجد ليها سعر اه وليها قيمة يعني خدته حاجة جميلة. وعقمته وغسلته ونضفته كل حاجه وشلت المسامير اللي فيه لان كان بايظ بايظ، بدأت ألون وأظبط في الشكل وجبت العلاقات النحاس اللي كانت عندي وخلاص، وبقيت بقى أعلق عليه الهدوم بتاعتي في البيت. هايل بجد، احنا مبسوطين بيكي يا عبير جدا، مبسوطين بالطموح اللي عندك وانك انت عندك اراده وتصميم انك تشتغلي على نفسك لحد ما توصلي ما شاء الله للمستوى ده في تقريبا اقل من سنه، وان شاء الله احنا متوقعين ليكي بجد شغل احلى بجد الفتره الجايه. ايه يا رب اللي تحبي تسلمي. تختمي بيه كلامك لكل الناس اللي شايفاكي دلوقتي بالذات البنات؟ اه يعني اقول له ما تستسلموش، مش اي حد يقول لكم حاجه تحبطكم وتستسلموا ليها وبعد كده، ان انا مرت عليا فتره فعلا كان ناس كتير بتحبطني وكنت بستسلم وقعدت حزينه فتره طويله وقلت خلاص مش هعمل حاجه، بس الحمد لله سبحان الله بترجع العزيمه تاني. يعني اقعد مثلا اكتئب شويه كده وفي وسط الزهق والتعب وكده ابتدي افكر تاني اقول لا لازم اكمل، فانتي كملي ما تحبطيش. يعني عايزه اقول حاجه واحده بس، اثبتي للناس اللي كانوا بيتريقوا عليها دلوقتي دي، بعد كده الناس هيسقفوا لها وهيعملوا لها ايه، بعد كده هيتمنوا ان هم يبقوا زيها. بس احنا كمان بجد نتمنى نشوف بنات كتير زيك، ويمكن تصميمك وارادتك ده هي اللي خلتك النهارده موجوده في التلفزيون المصري وبنسجل معاكي لانك الحمد فنانه لله. وموهوبه، وربنا يوفقك ان شاء الله. يعني نتمنى لك كل التوفيق باذن الله الفتره الجايه، ونشوف اعمال فنيه كمان مختلفه ليكي باذن الله. عبير درويش مصممه الهاند ميد، بكل التوفيق ونتمنى نشوفك مره ثانيه. شكرا شكرا جدا، ليك. ونشكركم مشاهدينا الكرام. شفنا مع حضراتكم قد ايه عبير عندها تصميم والاراده انها تشتغل على نفسها لحد ما عملت اعمال فنيه تستاهل كل تقدير واحترام. بنشكركم على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وبرنامجكم هي.